حابب اسال حضرتك على القيمه المضافه من الناحيه الكهربائيه. يعني احنا كنا بنقول ان قدرات الشبكه الكهربائيه في تنزانيا 1400 ميجا وات، المكان اللي احنا موجودين فيه والتسع توربينات العملاقه اللي كل واحده فيهم بارتفاع برج 30 دور، كل توربينه منهم هتولد 150%، يعني مجموعهم 2115 ميجا وات، اكتر من مره ونص الطاقه الكهربائيه الموجوده في تنزانيا. شايف ده هيكون تاثيره ازاي على الاقل على 17 مليون المقيمين في الاقليم اللي احنا موجودين فيه في تنزانيا؟ هو حضرتك طبعا الدوله التنزانيه يعني مسطحها تقريبا نفس مسطح مصر. طبيعه الارض عندهم بتخلي الشعب عايش على اغلب المسطح، العدد مش كبير بس العدد منتشر على المسطحات كلها. الكلام ده بيدي عبء على شبكه انتاج الكهرباء التنزانيه لان مش قادر يوصل لكل الناس دي. عنده مقدرات وثروات طبيعيه يقدر ان هو يعمل لها عمليات انتاجيه لاضافه قيمه مضافه، يعني يزود القيمه المضافه بتاعتها، مش قادر لانه مش قادر يوصل بالتصنيع لان ما عندوش الكهرباء اللي يقدر يوصل بيها. مظبوط. مسطحات الارض الزراعيه اللي بتتطلب ري واساليب ري كتير، فطبعا حضرتك الثروه الطبيعيه التنزانيه كانت بتحتاج عمليات تحويل كتير عن طريق اعمال عن المشروعات الصناعيه الضخمه، بس ما فيش الطاقه الكهربائيه اللي تسمح بانتاج الكهرباء اللي بيسمح بهذه العمليات الصناعيه. النهارده هيبقى في قدره كهربائيه عاليه في شبكه القوميه التنزانيه تؤهلها ان هي تفتح مجالات كتير في الصناعات والصناعات التحويليه لتعظيم الاستفاده من الثروات الطبيعيه عندها. تنزانيا من الدول اللي ليها امتداد على السواحل كبير، ده بيؤهلها ان هي تبقى دوله تصنع المنتجات بتاعتها وتصدرها، وباضافه كمان ان هي تقدر توصل الكهرباء بتاعتها. حضرتك هنا تنزانيا في تحالف من ضمن التحالف دول شرق افريقيا، ففي تكامل ما بين الدول هذا التحالف، يقدروا يمدوا ويعملوا ربط بين الشبكات المختلفه من الدول شرق افريقيا. عندنا كينيا، في بوروندي، في رواندا، دول دي طبعا تقدر تنزانيا ان هي تشارك جزء من الكهرباء معاها ويحصل تناغم ما بينها. فالاستفاده مش هتبقى بس للشعب التنزاني المتوقعه، لا بالعكس، ده في شعوب افريقيه كتير هتستفيد من هذه الشبكه. اخيرا التجربه اللي حصلت والنجاح اللي حصل هو هيضع الشركات المصريه، التحالف المصري المقاولون العرب والسويد الكتريك، واسم هذا التحالف في مقدمه شركات اللي اي دوله افريقيه تفكر في مشروع بنيه اساسيه ضخم بهذا القدر هتفكر في هذا التحالف المصري ان شاء الله بعد اتمام انشاء السد في جوليوس نيريري. شايف حضرتك ازاي استعداد ومكاسب التحالف وشركات الانشاء المصريه من هذا السد؟ ده هقول لحضرتك ان دي مش اول مره نشتغل تحالف مع السويدي الكتريك، يعني احنا سبق ان احنا اشتغلنا قبل كده معاهم في مشروع ضخم في العراق، وان شاء الله في يعني مشاريع مستقبليه التحالف ده هيكمل فيه. عظيم. ودي طبعا دي خطه وسياسه معموله في مصر ان احنا دلوقتي في الاتحاد قوه، يعني زي ما بيقولوا كده، زي ما اتعلمنا زمان. فدلوقتي التحالفات دي كترت حتى في المشاريع الداخليه في مصر، ودلوقتي احنا خلاص خدنا الخبره والممارسه لان احنا نقدر نشغل السيستم ده، فدلوقتي قدرنا ان احنا برضو نشتغل فيه بره جمهوريه مصر العربيه، ومش بس التحالف بتاعنا، في تحالف شركات اخرى مصريه ان شاء الله دي فتحه خير للدخول بقوه اكتر. يعني احنا من زمان في افريقيا، بس دي ادتنا فتحه ان احنا ندخل بقوه اكتر في المشاريع المستقبليه، يعني في افريقيا، وافريقيا مليانه مشاريع طبعا. ودلوقتي هو وقت افريقيا يعني زي ما بيقولوا. اكيد. الحقيقه انا متشكر جدا لوقت حضراتكم، انا عارف وقتكم غالي جدا، كل دقيقه النهارده كمان هتفرق. يعني شاكر جدا لحضرتك مهندس دارم دبسي، ممثل تحالف المقاولون العرب وسويد الكتريك
مع الحكومة التنزانية أو رئيس الحكومة التنزانية. شكرا لحضرتك وألف مبروك. الله يخليك. شكرا لحضرتك مهندس أيمن عطية نائب مدير تحالف المقاولون والسويدي. شكرا جزيلا لحضرتك. عفوا يا فندم، احنا اتشرفنا بحضراتكم وإن شاء الله دايما يعني تبقوا معانا في الأوقات السعيدة اللي زي دي بإذن الله. من نجاح لنجاح إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم.